ذا دبليو تي وولف اس تي وولف اس تي وولف يا سيلعب ضده ايه. وحاليا الحين بدا بيبدون المباراه كابتن فالكون فيرسس لويجي. لويجي اللي غلب فيت ريفل لا اسمح زين اوه تو كيف شيء ضربه ب اوردر فوردير انا اشوف اليوم صراحه إن في كومبيتيشن صراحه عندنا لويجي بلايرز عندنا شيك بلايرز لو مو بالبلاتفورم اظن لو مو بالبلاتفورم كانت ود بي يعني كانت بيستوي لك كونكتد والله ماشي اعرف عربي ولا انجليزي زين وحاليا ابلو ورانا حاليا ابلو او شيت والله توقعت ان تي توقعت ان تي على الستيج شو الصوت اللي طلع تو انا اسف على هالصوت والله زين وكابتن فالكون خسر اول هي صراحه ان ما انت عندك خبره تلعب بوت كاركترز شو تشوف منو عنده بوتنشل اكثر اشوف لويجي يروم يفوز الماتش اب بس في كابتن فالكونز يقولون انا يروم كابتن فالكون احسن في الماتش اب اذا عرف كابتن فالكون كيف يلعب الماتش اب ضد لويجي بس اشوف لويجي دومينيت هالماتش يعني اغلب الاحيان كان بينزله بسبايك توه بس انه كبروا الهيت بوكس مال السبايك صح ولا؟ ايه كبروها الحين احسن السبايك يعني لابس يره زياده اوه نزل التحدي اصلا سواها ميت بس انقذها اظن انقذها ايه زين بس تستوي في طريقه ايوه هجا وفيرست جيم جوز تو ام 62 اي ثينك ذاتس هاو اتس برونونس ام 62 صح قال لي الريان ولا مطأ مطأ تحط مطأ ولا ام 62 تريس فشل اتاكس ام تي تي يعني مثلا هذه ورا ما شوف بي بي وبي ثاني تعرف ايش شي تسوي شي تسوي لا ما شاء الله لا هالبطولات ويكلي كل الامارات تعرف حتى في شباب كان بيهم بالضبط بس اعتذروا والله كل شيء صار يدكم وتريتشي ما ادري ترينا عرفت خلي تو سبيشل صراحه تو بي تو نار جامعة خليفة والله حلو صراحة وين تدرس لا مو بنتو اللي هنا ولا اللي البين عادية تشوف البين وتخلي تعرف ترى فتحة فرع هنا اظن اكس والواي تخلي واحد منهم بي ثاني شو تسوي؟ ها صح 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 ايه كوكور شو تسوي؟ ما عليه والله يهد كل شيء تسوي الحين رد المباراة الحين غير لجانندورف تو من كابتن فالكون لجانندورف انا اتوقع ليش خلى لجانندورف؟ لان جاندف ينضرب وما يخاف لا ينضرب وما يخاف عادي بضربتين يطير بعد بس بعد لويجي يعني اوه كان يبغي يسوي له ديسريسبكت هو كان انقذه يعني هو اصلا ميت انقذه تو انقذه ما يخليه يرجع ما يخليه ما يعطيه فرصه احس بينزل له بعبره لا ما شاء الله عليه يعني الاتش جارد جيم ماله صراحه وايد لازم بعد نسينا نحن اي اس اي عبد الرحمن الصابري احسن جاندف عندنا في الامارات تاريخ الامارات تاريخ الامارات يسوون دعايه بصراحه زين فحاليا صراحه دبيت هالماتش يسوي دبل جاب تو جراب هالكومبو اللي انت كنت تسوي لنا اياه قبل انا احس ان في ناس يعني تعودوا على النيرف مال لويجي بالعكس يعني في ناس استغلوا هالنيرف انه لشيء احسن بس مو باحسن لا ما في احسن لا بس في ناس استغلوه في ناس استغلوه لشيء احسن صدقني ما حد استغله لشيء احسن والله العظيم النيرف مال لويجي ما حد استغل صراحة انهى الجيم بسرعة صراحة ما اثر عليه ما خلاه يتنفس ام 62